انتقل قبل لحظات من صبيحة يومه السبت إلى دار البقاء المدرب المغربي الأسبق والناخب الوطني المغربي عبد الخالق اللوزاني بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد. وعلم تشوف سبور أن عبد الخالق اللوزاني فارق الحياة صبيحة يومه السبت متأثرا بمضاعفات فيروس كورونا المستجد الذي أصيب به منذ أيام. ويعتبر عبد الخالق اللوزاني المزداد سنة 1946 من الأوائل الذين احترفوا في الخارج من خلال ممارسته مع عدد من الأندية من بينها رويال أندرلخت وأولمبيك تشارلو البلجيكيين، إضافة إلى إشرافه على تدريب المنتخب الوطني المغربي وأندية عديدة في البطولة الاحترافية من قبيل أولمبيك خريبكا والمغرب التطواني والنادي القنيطري وشباب المسيرة.